اسمي تسنيم سعيد حسنين من شفامر. انا بعدني اسا يعني في المدرسه الاعداديه، بعد قدامي كمان 4 سنين تخلص التعليم. ابوي صحفي وانا يعني اكثر من عائله سياسيه، انه وقت ما يكون عندي وقت اوقات فراغ اهلي بيودوني على قريتنا اللي هي هوشه اللي تهجرنا منها، بعرفوني اكثر عن القريه عن اشياء ما حكوليش اياها. فكمان واحنا صغار توعينا على هذا الاشي ورحنا عليه اللي هو التجمع لحنين زعبي ودكتور جمال زحالقه ودكتور باسل غطاس اللي بيحكوا اني باسمنا بوصلوا ايش احنا بدنا نوصله اكثر. التهجمات اللي بتصير عليه هي تهجمات غير قانونيه ابدا، انه كمان نحكي ايضا عن الديمقراطيه اكثر، بس فش هذا الاشي احنا فاقدينه، ما فش ديمقراطيه ابدا. كمان بدي احكي ايضا عن مقوله بن غوريون اللي بتقول انه الكبار يموتون والصغار ينسون، انه لا انا كمان صغيري وبنساش، مش راح اتنازل عن حقي والعوده الى قريتي هوشي. ولا اي حدا يعني راح ينسى وطنه ولا ارضه اللي هو تهجر منها.